مناسبة للتوجه إلى مرشحات ومرشحي الحزب بعد انتهاء العملية ديال اللجنة المشرفة على الانتخابات. كان التقاء ديال الأخوات والإخوة عبر منهجية فيها شفافية وفيها ضوابط وفيها يعني كل المتطلبات بحكم التراكم والتجربة ديالنا كذلك داخل الحزب. وهي مناسبة بالطبع باش أولا نشكر اللجنة، نشكر الأخوات والإخوة على التعامل الإيجابي ديالهم. كان هناك تنافس، كان هناك إرادة، ولكن كان هناك توافقات اللي سمحت أنه اليوم نحسمه تقريبا في أكثر من 87 أو 89 دائرة. كانت مناسبة كذلك للتوجه إلى المرشحين ديالنا، لأن مرشح هو مسؤولية، ومسؤولية تجاه الوطن، تجاه المواطنين، تجاه الناخبين، تجاه الساكنة اللي غادي ترشح باش يحظى بالثقة ديالها. إذا كان ضروري أنه يكون هناك توجيه في هذا المجال، تحسيس كذلك بخصوصية ودقة المرحلة، التحديات اللي كتنتظرنا. احنا ماشي حزب عادي، احنا حزب من بين الأحزاب التي يعني عندها دور أساسي داخل سياسي وحزبي داخل البلاد، وعندنا مسؤولية كبيرة، ركبنا تجربة متعددة إلى آخره. ولهذا كان ضروري أنه يكون هناك تحسيس. كذلك هي مناسبة بالطبع لتقديم حصيلة ولو يعني مبسطة لما قام به في الحزب في إسهامه خلال هذه السنوات الثلاث. نحن نفتخر بكل المنجزات، عملنا داك الشيء اللي خصنا نعملوه. الحمد لله اليوم بفضل الإسهام ديالنا والاستقرار اللي عطيناه للحكومة والاستقرار اللي عطيناه للمؤسسة البرلمانية، الحمد لله اليوم بلدنا دخل المحطة انتخابية جديدة وكلها الحمد لله عزيمة والمؤشرات مقدة إلى آخره. صراحة يعني مازال ما دوناش في قضية الأسماء. كاين هناك ترشيحات اللي تقدموا، اللجنة كتقترح أنه نزيدوا أسبوع آخر باش نفتحوا المجال لأخوات والإخوة اللي مازال عندهم رغبة. وبالطبع اللجنة غادي تجتمع وغادي نناقشوا انطلاقا من المعايير اللي غادي نحدوها، وانطلاقا اليوم من الخريطة اللي عندنا ديال المرشحين في الدوائر يعني على المستوى ديال المباشر، أنه المواصفات ديال الأخوات والإخوة اللي غيكونوا في اللائحة الوطنية يكونوا منسجمين أو مكملين كذلك لهذه المواصفات اللي عندنا اليوم بالنسبة للمرشحين في المباشر.